كتاب الله يرفعنا وللمولى يقربنا يحب الله. الحمد لله، سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سبحانه القائل: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سبحانه القائل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وما أحسن القائل: لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلكا، سلم إلينا الأمر تجدنا نحن أقرب إليك منك. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. يعني حتى اللي بيفهم واللي ما بيفهمش بقضاء وقدر. القائل صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الصحابي لابنه وهو تابعي: وإذا اعتقدت غير ذلك دخلت النار. اللي أصل الحديث تابعي، التابعي اللي هو يرى الصحابة، والصحابة اللي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالتابعي يقول لابنه: ماذا حفظت يا أبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء والقدر؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ده بقى قول الصحابي: وإذا اعتقدت غير ذلك دخلت النار. فصلوا وسلموا على البشير النذير في هذا اليوم وفي ليلة التي مضت، فتحل الصلاة والسلام على خير الأنام في ليلة الجمعة وفي يومها. إن من أفضل أيامكم هو يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا من الصلاة علي صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على مائدة القرآن والسنة عبر قناة الصحة والجمال. رزقنا الله وإياكم الصحة والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين. مع كلام رب الأرض والسماء الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته، أي أحكم القرآن في لفظه وفي نظمه وفي رصفه، لا يتطرأ إليه خلل أبدا. وها هي سورة الكافرون، صورة من صور القواقل الصغرى التي تقرأ، أي القواقل مع الفاتحة وآية الكرسي، لمن عنده مظنة سحر أو مس أو حسد، مع صورة من صور القواقل الصغرى. ودي آخر صورة شرحا في القواقل الصغرى. فالقواقل الصغرى: الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وأعطينا ثلاث حلقات على
المعوذتين وصورة الإخلاص، وهي الصورة الرابعة من صور القواقل، كما وعدتكم بأن أشرح لكم صورة القواقل. وقلنا صور القواقل دي في صغرى وفي كبرى. لما تقول لك كده اقرأ، لو عندك سحر أو مس أو حسد، اقرأ فاتحة الكتاب واقرأ آية الكرسي والقواقل الصغرى أو الكبرى. الصغرى الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس. الكبرى تضيف معها سورة الجن وقول الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، في سورة المؤمنون. فنحن اليوم مع سورة الكافرون، وهي سورة من سور القواقل الصغرى. هذه السورة تسمى بالبراءة من الشرك. اللهم طهر قلوبنا من الشك والشرك والرياء. اللهم رتب ألسنتنا بالحمد والذكر والثناء. السورة الكافرون، وهي سورة مكية، آياتها 6، تسمى بالبراءة من الشرك. نقرأها: تكون بردا وسلاما على قلوبنا وقلوبكم، وتكون شفاء لنا ولكم من كل داء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. صدق ربنا وبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم. كده احنا الآن قرأنا ربع القرآن، لإلا الصور التي تعدل قراءة ربع القرآن إذا قرأتها مرة، سورة الكافرون اللي احنا بصددها في التفسير مع حضراتكم والتعليق عليها، سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، سورة الزلزلة. أما سورة الإخلاص تعدل قراءة ثلث القرآن الكريم. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الوتر: سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، الكافرون في الركعة الثانية، الإخلاص في الركعة الثالثة. وأيضا من هدي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر أي السنة الكافرون وسورة الإخلاص. الركعة الأولى كل يا الكافرون لأنها تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص في الركعة الثانية لأنها تعدل ثلث القرآن الكريم. وأيضا من السنة في قراءة السورة في ركعتي السنة قبل صلاة الفجر: قولوا آمنا بالله، الآية بتاع سورة البقرة، وقل آمنا بالله، الآية بتاع سورة آل عمران. وأيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي سنة الطواف: أسأل الله أن يرزقنا وإياكم شد الرحال إلى مسجده الحرام، ونطوف وإياكم ببيته الحرام مرارا وتكرارا ومغزارا ومكثارا. اللهم يسر لنا شد الرحال إلى بيتك الحرام وإلى مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم وإلى بيت المقدس، ونسأل الله تعالى أن يهيئ لبيت المقدس رجلا كصلاح الدين يجلو منه إخوان القردة والخنازير. اللهم آمين. وأيضا من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الطواف، يعني بعد ما تطوف بالبيت سبعا تصلي بقى ركعتين سنة، كان يقرأ في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص.
وصورة الكافرون تسمى بصورة البراءة من الشرك، لأن وفد دي سبب نزولها، وفد من المشركين، وإن شئت قل وفد من ملة الكفر أجمعين، إلا ملة الكفر كلها ملة واحدة. بعد ما أقول لك الوفد عمل إيه أشرح لك إيه ملة الكفر كلها ملة واحدة. وفد من ملة الكفر أجمعين، لأن الله خلق الخلق جعل منهم المؤمن ومنهم الكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وفد من ملة الكفر، لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين وللثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، بل لجميع المخلوقات كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، جاء وفد من ملة الكفر للنبي صلى الله عليه وسلم يعملوا معه هدنة ومصالحة. على إيه؟ قالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم اعبد آلهتنا عاما ونحن نعبد إلهك عاما، وكده يبقى في مصالحة، ولا تشتمنا ولا نشتمك، ولا تقاتلنا ولا نقاتلك، ولا تخصمنا ولا نخصمك، ونعمل مقاربة، وانت اعبد يا محمد آلهتنا عاما ونحن نعبد إلهك عاما. أنزل الله تعالى هذه الصورة يئس منها ملة الكفر أجمعين، وفيها القضاء والقدر بما سبق في علم الله، بأن هؤلاء لا يؤمنون لا في الحال ولا في الاستقبال. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم قل، أي يا نبينا صلى الله عليه وسلم، قل يا رسولنا يا أيها الكافرون. ونعرف إيه الكفر، بس ما ناخد كده شرح مبسط كده سريع. لا أعبد ما تعبدون، أي لتعبدونه في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الذي أعبد إله الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في المستقبل، لكم دينكم أي الباطل، ولي دين الحق. لكم دينكم أي الباطل ولي دين أي دين الحق، فالحق أولى من الباطل. فجاء التكرير للتأكيد وليأس الكفار من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبد آلهتهم، لأن الله أخبر لهم لا يعبدون الله لا في الحال ولا في الاستقبال، لأن سبق في علم الله بأن هؤلاء كفر أقوياء فسق أغبياء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أبدا. وصدق الله تعالى إذ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله، حتى تتبع ملتهم، ده ملة واحدة. القرآن قال حتى تتبع ملتهم، مع أن مقتضى السياق حتى تتبع مللهم أو ملاتهم. قالوا لماذا؟ قال العلماء، مشان بقى، قال العلماء لماذا أفرد الله الملة مع أن أهل الكتاب ملل يهود أو نصارى، كل منهما ملل. قالوا لأن ملة الكفر كلها ملة واحدة. وهنا يقول الله للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون، يا من كفرتم بالإسلام وكفرتم برب الإسلام وكفرتم بنبي الإسلام، لا أعبد آلهتكم الحاضرة
على اختلاف مسمياتها، ولا أنتم تعبدون إله الحق ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في المستقبل آلهتكم على اختلاف صنوفها وضروبها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في المستقبل، لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق. قل يا أيها الكافرون، يا من كفرتم بالوحي وكفرتم بالقرآن وكفرتم بإله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلهكم الحق، قل يا أيها الكافرون لا أستجيب لطلباتكم بأن أعبد إله آلهتكم عاما وتعبدون إلهي عاما. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وجاء التعبير: قل يا أيها الكافرون. والكفر ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. فالأكبر على سبيل المثال منه كفر العناد وكفر الاستكبار وكفر الإباء وكفر التكذيب وكفر الشك، دي أنواع الكفر الأكبر، من كفر الإباء والاستكبار إلا إبليس أبى واستكبر. وكفر العناد قال: أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي. وكفر التكذيب وكفر الشك، متردد، ده حق ولا مش حق، ده بطل ولا مش بطل، ده أنواع، ده الأقسام دي لأنواع الكفر الأكبر. أما الكفر الأصغر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته في ضبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، يعني يقتل بعضكم بعضا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. فالعلماء قالوا ده كفر أصغر. أما الكفر الأكبر خمسة اللي هم سبقوا، فأمر الله حبيبه ومصطفاه أن يقول لملة الكفر أجمعين أبتعين قاطبة وطرا كلهم وجلهم أنه لا يعبد آلهتهم بل يعبد الحي الذي لا يموت. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فمنهج المسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالخير كل الخير في توحيد الإله، والشفاء كل الشفاء في التوحيد. خد بالك، الموحد لا يستطيع السحر أن يمكث في بدنه ولا المس في بدنه، وإن مكث يمكث قليلا ثم يضطرد بالتوحيد وبالأمر والنهي والدعاء. وقلت لحضراتكم لعلكم تتذكرون في شرح الإخلاص وشرح الفلق والناس أن الصور الثلاث ذكرت توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولم نكمل شرح هذه الأقسام وكيف نكملها، وكل واحدة فيها أكثر من مجلدين شرحا. فتوحيد الألوهية أن تخص الله تعالى بالعبادة، توحيد الألوهية
إنك تخص الله تعالى بالعبادة، لا تصرف شيئا من العبادة إلا للذي خلقك، لا تفرد شيئا من العبادة ولا تعطي شيئا من العبادة إلا للذي خلقك وفطرك. فإيه العبادة؟ العبادة اسم جامع لما يحبه ربنا ويرضى. الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، العمرة عبادة، النسك أي الذبح عبادة. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من نظر لغير الله. النظر عبادة لا يكون إلا لله. يوفون بالنذر أي لله، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن رجلا دخل النار في ذبابة، وأن رجلا دخل الجنة في ذبابة. حديث صحيح. ذبابة، واحد تقرب بذبابة لغير الله ربنا أدخله جهنم، ورجل رفض أن يتقرب بذبابة لغير الله قتلوه أدخله الله الجنة. دخل النار رجل في ذبابة، ودخل الجنة رجل في ذبابة. الله، إيه الذبابة دي؟ جماعة قاعدين على صنم زي مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد أصنامكم ولا آلهتكم. قاعدين على صنم، كل اللي يعدي ينذر حاجة أو يطلع حاجة للصنم أو للإله اللي بيعبدوه. فمر اتنين، قال الأولاني: تقرب بشيء لهذا الصنم. قال له: ما معيش حاجة أتقرب بيها. قال له: طب ذبابة. قال: هي هذه ذبابة تقربت بها للصنم. فخلوا سبيله فأدخله الله النار. جاءوا للثاني كان موحدا، قال له: تقرب بشيء لهذا الصنم. قال لهم: ما أتقرب بشيء إلا للذي خلقني وفطرني. قالوا: طب بذبابة. قال لهم: ولا بذبابة تقرب لي لهذا الصنم. فقتلوه فأدخله الله الجنة. ده حديث صحيح تقرأه في كتاب التوحيد اللي هو حق الله على العبيد. فدخل النار رجل في ذبابة، ودخل الجنة رجل في ذبابة. فتوحيد الألوهية أن تخص الله بالعبادة ولا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. وانتوا حافظين الآية اللي في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ليرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا، يعني خالصا ليس فيه شرك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده اسمه توحيد الألوهية، تعطف عليه توحيدي الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما واحد يقول لك: أنا بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الشيخ ده بتقرب ليه بأكلة، بتقرب بيه بدجاجة، بذبح له عجل، بذبح له خروف. الذبح لا يكون إلا لله. ولذلك لو واحد ذبح شيئا من الحيوانات لغير الله مع أنه ذبحها تلحق بالنجاسات،
وهي محرمة نجسة. يعني لو واحد جاب ذبح عجل أو شيء من الخراف أو من الماعز أو من الدجاج لواحد من المشائخ أو لواحد يدعوه من دون الله حكم نجس لا يؤكل، لأن انتوا عارفين المحرمات 11 في سورة المائدة فيها 9 نجاسات حسية يعني ممسوكة حسية، وفيها 2 نجاسات معنوية نقراهم ونعرف ايه الحداشر دول. ربما مشاهد الان يقول طب ايه هما الحداشر دول؟ الحداشر حاجات نجسة ربنا ذكر النجاسات 11، 9 حسية و2 معنوية. يعني ايه 2 معنوية؟ فيها ذبح قال باسم الصليب، باسم هذا الصنم لله وللشيخ، لله وللمولد بتاع الشيخ، يبقى ده نجس. دي في سورة أول سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ادي الثلاثة دول نجساتهم، حرمت عليكم الميتة، حاجة محسوسة، اي حاجة ماتت، الدم اللي هو المسفوح ده ولحم الخنزير سواء اتذبح او مات. وما اهل لغير الله به، وما اهل لغير الله به، ده بقى نجس معنوي. هو ذبح اهل قال باسم الصليب، باسم الشيخ، باسم الصنم، باسم الولي، باسم النبي، الذبح لا يكون الا لله. وما اهل لغير الله به ديت نجس معنوي، مع انه ذبح. يبقى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمترضية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. دي بقى نجاسة ايه؟ معنوية. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. يبقى عندنا الآية دي ذكرت 11 محرم نجس لا يؤكل، منهم 9 أشياء محسوسة مثل الميتة وحرمت الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ده نجاسة معنوية. والمنخنقة اللي ماتت مخنوقة دي نجسة. فهتلقى فيهم 11 نجس في هذه الآية لا يجوز أكلها. ما فيهم 2 نجاسات معنوية مع أنها ذبحت لكنها لغير الله لا يجوز أكلها، نجس. لو واحد يقول لك خد أنا عامل الرغيف ده أهو للشيخ فلان، للشيخ علان، أنا ذبحت الفرخة دي للشيخ فلان، أنا ذبحت الماعز ده للشيخ فلان. وهنا مصر ابتليت منذ كانت الدولة الفاطمية لا رحمها الله، هي التي زرعت بذرة الشرك في بلادنا، جعلت كثير من الناس بنوا القبور والقباب وصرفوا الناس من عبادة الحي الذي لا يموت إلى عبادة الأموات. يقول لك شيخ، يعني الآن سجلوا لكل شيخ من المشايخ ماركة من الحيوانات باسمه، شيخ يبقى يذبحوا ليه عجول، شيخ يبقى يذبحوا ليه خراف، شيخ يبقى يذبحوا ليه معيز، شيخ يودوا له دجاج، شيخ يعملوا له عدس، شيخ يعملوا فول نابت. كل دي من الخرافات والخزعبلات، وإن ذبحت أو صنعت لغير الله فهي نجسة لا يجوز أكلها. لا بد وأن تذبح لله، تعطي لله، تمنع لله، تصلي لله،
تطوف ببيت الله. فالأصل في العبادة التوقف، لا تزيد ولا تنقص إلا بدليل، لا تزيد ولا تنقص إلا بدليل. فالعبادة اسم جامع لما يحبه ربنا ويرضى، هو دي عبادة التوحيد. وقلنا التوحيد ثلاث أقسام: توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. توحيد الألوهية أن تصرف العبادة كلها لله، وهي العبادة اسم جامع لما يحبه ربنا ويرضى. الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الحج عبادة، الطواف بالبيت عبادة، الذبح أيا كان لنسك العمرة أو الحج أو الأضحية عبادة. وفاصل قليل ثم نعود لحضراتكم. ينفعنا وللمولى يقربنا، يحب الله حافظه وحب الله غايتنا. كتاب الله ينفعنا وللمولى يقربنا، يحب الله حافظه وحب الله غايتنا. كتاب الله يهدينا ويرشدنا وينجينا، به تحلو لنا الدنيا فرب العرش راعينا. سنعود. للإعلان على شاشة الصحة والجمال يرجى الاتصال على 011-211-0682. لو انت ست بيت وشاطره في الاكلات الشعبيه، لو عاوزه كل ست بيت تستفيد من خبرتك، اشتركي دلوقتي معانا في اكبر مسابقه طبخ على قناه الصحه والجمال. للاشتراك في مسابقه احلى اكله، ابعتي رساله فيها اسمك وتليفونك وعنوانك وكلمه احلى اكله على الرقم 94174. فما زلنا مع حضراتكم مع سورة الكافرون، وهي سورة البراءة من الشرك، وهي تعدل قراءة ربع القرآن الكريم، هي وسورة الزلزلة أيضا تعدل ربع قراءة القرآن الكريم، وسورة النصر إذا جاء نصر والفتح تعدل قراءة وثواب ربع القرآن الكريم، كما أن سورة الإخلاص تعدل قراءة ثلث القرآن الكريم. فسورة القواقل، سورة الكافرون من سور القواقل الصغرى،
اللي احنا بصددها في الشرح مع حضراتكم، وهي خير شفاء لكل داء، مع أخواتها من القواقل، مع آية الكرسي، مع فاتحة الكتاب. فلك في فاتحة الكتاب وآية الكرسي والقواقل اللي هي الكافرون والإخلاص والفلق والناس، لك انك تقرأ بنية الشفاء، تقرأ بنية البركة، ولك انك تكتبها بمداد مباح وتشربها بنية الشفاء. رخص في ذلك كثير من السلف الصالح، ومنهم ابن تيمية وابن القيم. ولك انك تقرأ القواقل مع فاتحة الكتاب وآية الكرسي على ماء وتشربه بنية الشفاء، ولكنك تقرأه على زيت زيتون او زيت حبة البركة او اي دواء وتتناوله بنية البركة والشفاء. كل هذا رخص فيه السلف كثير من السلف الصالح، كما بسطنا القول على ذلك في حلقات سابقة في برنامج الرقية الإلهية والرقية الشرعية. اللي عايزة بيرجع ليها موجودة على النت، وموجودة ادخل على النت واسمعها. يبقى سورة الكافرون اسمها سورة البراءة من الشرك، وقلنا وفد من المشركين، وفد من الكافرين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اعبد آلهتنا عاما ونحن نعبد إلهك عاما، ويبقى في مصالحة بيننا وبينك. أمر الله حبيبه ومصطفى أن يتبرأ منهم أجمعين أبتعين قاطبة وطرا كلهم وجلهم بشركهم وكفرهم وشقاقهم ونفاقهم. فملة الكفر بتشتمل على ما يلي، على 12 حاجة: الكفر، الشرك، النفاق، الفسوق، العصيان، الإثم، العدوان، الفحشاء، المنكر، البغي، القول على الله بغير علم، اتباع غير سبيل المؤمنين. ال 12 دول تتمثل في ملة الكفر أجمعين. فهم حبوا يعملوا مقاربة بين النبي وبينهم، ويعملوا مصالحة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الصورة اسمها البراء من الشرك، وأخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعبد آلهتهم، وأنه سبق في علم الله بأنهم لا يعبدون الله عز وجل. فالصورة تقرر عقيدة القضاء والقدر، يعني سبق في علم الله بأن هؤلاء كفر، فسق، أقوياء، ظلمة، أغبياء، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فأمر الله حبيبه ومصطفى أن يقول لهم أنا لا أعبد آلهتكم، أي الذي تعبدونه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في الحال. أما بقى في المستقبل، في المستقبل ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. دي اللي قصصت القضاء والقدر. الآية رقم 4 و5، 4 و5 ديت في المستقبل. ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، لأن سبق في علم الله أنكم البعد كفر، فسق، أقوياء، أغبياء، وهذا سبق في علم الله تعالى. وده اللي قاله سيدنا بعض الأنبياء مثل سيدنا شعيب: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. خد بالك من الحتة دي، قال لهم: وما كان لنا أن نعود، يعني في ملتكم،
ملة الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر إلا أن يشاء الله ربنا. بقولهم بقى إذا كان سبق في علم الله وكتب علي بقى غير الإيمان يبقى ده بقى بمشيئته وده بقى بعدله، ده حاجة بقى بتاع ربنا. ولذلك العلماء يقولوا إيه، اسمع القاعدة دي، القاعدة دي مخيفة جدا. يقول لك إذا كانت العاقبة مغيبة والمشيئة محتومة. إيه يعني العاقبة مغيبة والمشيئة محتومة؟ المشيئة محتومة على العباد، اللي قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك أهل الجنة لما يشوفوا الفضل العظيم والنعيم المقيم ما بينسبوش الفضل ده ليهم، ده بينسبوه لله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا سلام. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تيجي آية تانية، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ده هو اللي بيمن علينا أن هدانا للإيمان. اللهم لك الحمد ولك الشكر الذي جعلتنا مسلمين من أبوين مسلمين، ده نعمة عظيمة، نعمة لا تحصى ولا تعد. إن الدين عند الله الإسلام. واحد منا يحمد ربنا إنه طلع مسلم، وإلا كنا طلعنا زي الملل والنحل اللي أنتم شايفينها دي، ده نعمة كبيرة ومنة عظيمة. فاحفظوا القاعدة دي بقى، مهمة قوي. العلماء بيقولوا إيه، إذا كانت العاقبة مغيبة والمشيئة محتومة، يعني على العباد المشيئة محتومة، يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طب إيه العاقبة مغيبة؟ يعني عاقبة أمر كل واحد منا لا يعلمها إلا علام الغيوب. طب قولوا العلماء اسمع القاعدة دي مهمة قوي. بقولوا إذا كانت العاقبة مغيبة، يعني عاقبة أمر كل واحد منا عند علام الغيوب مش عارف هيموت إزاي، والمشيئة محتومة، ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قالوا طب إذا كان الأمر كذلك، العاقبة مغيبة والمشيئة محتومة، فلا تعجب بصلاتك ولا تعجب بصيامك ولا تعجب بحجك ولا تعجب بصدقاتك وزكاتك ولا تعجب بجهادك ولا تعجب بطول لحيتك ولا قصر ثوبك. ما هو عاقبة أمرك مغيبة لا يعلمها إلا الله، هتموت على الإيمان ولا هتموت على الكفر، والمشيئة محتومة رغم أنفك وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول لك اوعى بقى تتفاخر وتكون معجب بصلاتك وبعبادتك وتقول لغيرك ده احنا هنخش الجنة وانت هتخش النار. لا 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 خالص. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنت من الله عليك بالهداية، دائما تسأل ربنا خاصة في السجود زي النبي ما كان بيدعو، دي خير البشر صلى الله عليه وسلم، كان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اوعى تفتخر بعبادتك، اوعى اوعى تفتخر وتغتر بطاعتك،
ده انت عاقبة امرك لا يعلمها الا الله. انت بتاخد بالاسباب وبتتكل على رب الاسباب. اوعى تفتخر بطاعاتك وباعمالك. ولذلك ربنا بيقول على الانبياء ايه؟ كانوا يدعوننا ايه بقى؟ تفاخرا وتعاظما. دول كمان انبياء ورسل اللي ربنا ذكرهم في القرآن يجمعون بين النبوة والرسالة. وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكانوا يدعوننا ايه؟ رغبا اي في ثواب الله، ورهبا من عقاب الله. ودول ايه؟ انبياء ورسل. مش انتوا لا انبياء ولا رسل؟ وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا اي رغبا في ثواب الله وطمعا في رحمه الله والجنه، ورهبا من عقاب الله ونقمه الله ومن دخول جهنم. ودول ايه؟ انبياء ورسل مش بشر. ما هو اللي مذكور في القران 25 نبي ورسول. ما هو كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ربنا بعث انبياء كثيره، انبياء اوحى الله اليهم ولم يامرهم بالتبليغ، والرسول ما اوحى الله اليه وامره بالتبليغ. فكل رسول يجمع بين الرساله والنبوه، اما النبي لا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالنبي ما من اوحى الله اليه ولم يامره بالتبليغ، اما الرسول اللي ربنا اوحى اليه وأمره بالتبليغ. يبقى في القرآن مذكورين 25 كلهم أنبياء ورسل، كلهم أنبياء ورسل. قال وأما بقى في كتير ربنا لم يقصهم علينا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. يبقى القاعدة دي مهمة قوي. ايه هي القاعدة؟ إذا كانت العاقبة مغيبة، يعني عاقبة أمرك لا يعلمها إلا علام الغيوب، والمشيئة محتومة يعني عليك وعلى غيرك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا تعجب بأعمالك، فلا تفتخر بعبادتك ودعوتك وصلاتك وصيامك وحجك. دائما تدعو الله أن يميتك على الإيمان، أن يميتك على الإسلام. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مش هو يميتنا وإحنا مسلمين؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تعملوا العمل الصالح الذي يؤهلك لأنك تموت على الإسلام، لأنك تموت على التوحيد. اوعى تفتخر بالعبادة وبالطاعة، اوعى. ولما تشوف واحد تدعوه على قد ما تمكن، على قد ما تقدر تدعوه، ان استجاب استجاب، ما استجابش امره لله. وبقال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اوعى تفتخر وتقول لا ده انا بقى بصوم وبصلي وبقوم الليل والله وده احنا في الجنه ودول في النار. لا، عاقبه امر كل واحد لا يعلمها الا علام الغيوب. وفي الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم لا يكن بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا تكون بينه وبينها إلا ذراع، بينه وبين جهنم ذراع واحد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم. ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر كذلك بقى نقعد، قال لهم لا، اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له. كل واحد ميسر لما خلق له. وهنا برضو إشكال. إيه الإشكال؟ واحد يقول لك الله، طب ما دام بقى ان انا سابق ان انا بقى من اهل النار يبقى خلاص بقى ما اعملش طاعه. هل في حاجه؟
لو انك انت ربنا كتبك من الاشقياء او من اهل جهنم في حاجة انك تحولك الى اهل الجنة واهل الطاعة، في ايه هو الدعاء وآية ايه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب. فالله يمحو ما شاء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. احفظوا الاحكام دي والقواعد دي، العبرة في القرآن بعموم لفظه لا بخصوص اسبابه. يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، يمحو شقاوتك ويثبتها سعادة، يمحو التعاسة ويثبتها سعادة، يمحو الفقر ويثبته غنى، يمحو الذل ويثبته عز، يمحو الضعف ويثبته قوة، وبالعكس يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب. ولذلك بعد كم آية من الآيات ديت في سورة الرعد، والله يحكم لا معقب لحكمه. يعني والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني إذا حكم ده يبقى عزيز أو ده يبقى ذليل أو ده قوي أو ده ضعيف أو ده في سعة وده في ضيق أو ده في غنى وده في فقر أو ده مهزوم وده منصور، والله يحكم لا معقب، أي لا تستطيع أي قوة مهما ملكت من عدد وعدد وعتاد أن تنقض حكم الله أو تغير حكم الله أو تستبدل حكم الله ما دام هو حاكم خلاص. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، أي سريع الانتقام. ولذلك الآية إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قل إن الأمر كله لله، وكقوله تعالى والله غالب على أمره، يعني غالب على أمره، يعني الأمر أمره مالك، والله غالب على أمره. دائما لما تقرأ السياق شوف اللي قبل بها السباق ايه اللي حق ايه، دي في سورة يوسف، والله غالب على أمره، الله يعني الأمر أمره، ليه اللي حصل؟ إخوة يوسف قبل هذه الكلمة أو الآية أرادوا أمرا، والله أراد أمرا، كان أمر من اللي غالب؟ أمر الله. مش إخوة يوسف أرادوا أمرا؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. خدوه ورموه في الجب في الهلاك، لكن اراد الله تعالى ان يعلي امره وان يعلي شأنه وان يرفع ذكره وان يكون حاكما لمصر، اراد الله امره. والله غالب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني والله غالب على أمره يعني الأمر أمره. فربك لما يريد أمر خلاص. ولذلك قال لك أنه دوام الحال من المحال، دوام الحال بين العباد من المحال. اللي غني النهاردة بكرة فقير، والفقير النهاردة بكرة غني، والقوي النهاردة بكرة ضعيف، والضعيف النهاردة بكرة قوي، والعزيز النهاردة بكرة ذليل، والذليل النهاردة بكرة عزيز.
والمريض النهاردة بكرة صحيح، والصحيح النهاردة بكرة مريض. وتلك الأيام نداولها بين الناس، جعل الله الأيام دول. وتلك الأيام نداولها بين الناس. المنصور النهارده بكره مهزوم، المهزوم النهارده بكره منصور. جعل الله، دي قواعد ما فيش منها استسلام، لابد ان تستسلم لامر الله فقط لغير، بس قواعد في الكون. والله يحكم لا معقب لحكمه. ولذلك الايات اللي احنا بنفسرها سوره الكافرون، ان الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ملة الكفر، اعبد الهتنا عاما نعبد الهك عاما، يعني يعملوا تقارب، مقاربة اديان زي ما بيقولوا غيره. جت في سورة سابقة في سورة الاسراء، كاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يميل لهم، فربنا يقول له اسمع الايات دي، وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. شاهد في الموضوع ده، دي من سنن الله في خلقه، ولا تجد لسنة الله تحويلا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. دي سنن الله في الخلق في الكون، لا تتغير ولا تتبدل ابدا. فاحنا قلنا لو انك انت فقير وعايز يبقى غني، وسبق في علم الله انك فقير ومتعوس وعايز يبقى غني وسعيد، ايه اللي غير ده؟ الدعاء. سبق في علم الله انك سقيم مريض وعايز يبقى صحيح عافي، عليك بالدعاء. سبق في علم الله انك مهزوم وعايز يبقى منصور، عليك بالدعاء. سبق في علم الله تعالى انك انت ذليل وعايز يبقى عزيز، عليك بالدعاء. طيب فين الكلام ده؟ في القرآن والسنة. القرآن سمعتم الآيات، يمحو الله ما يشاء، هات الشيء وضده على طول. انت فقير تعيس ذليل مهزوم، اقعد ذلل لربنا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ويجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا ده سهل خالص. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل. يا سلام. تاني، والدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل. يبقى النبي أخبر إن الدعاء ينفع ما نزل من القضاء والقدر، في حاجة نزلت اللي ربنا قضى بيه، واللي لسه ما نزلش المقدر لنا عند علام الغيوب. وفي الدعاء: اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، والطف بنا فيما جرت به المقادير. والدعاء القنوت اللي في الفجر: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا أهو شر ما قضيت. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وقنا شر ما قضيت.
يبقى الدعاء الوحيد اللي هو يرد لك القضاء والقدر من أسوأ لأحسن. ده ظاهر صحيح اهو، لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل، اي ربنا قضى بيه، وما لم ينزل المقدر عند علام الغيوب. والحديث ان الله يحب العبد الملحاح في الدعاء المتصل. اتفضل. ايوه. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. يا عم الشيخ سيد. اتفضل. انا والله تعبان يا شيخ سيد كده، بقوم من النوم وقلقان وعندي قلق. طب ما تروح. بحلم احلام كثيره. طب ما تروح للطب. ما انا رحت للطب كتير، وبعدين انا اصلا معلق بالرصفيطه وعندي العمود الفقري ورجليا كده فيها حاجات بتمشي زبزبه ومش عارف، الدنيا بايظه عندي خالص بقالي بتاع 3 سنين. الطب قال لك ايه؟ ما الطب ما بدينا علاج وخلاص، مسكنات. خذ مع علاج الطب اقرا القواقل اللي هي الكافيون. مش بعرف اقرا يا شيخ سيد انا. خلي حد يقراهم عليك. انا محمد. القواقل؟ تقرا القواقل، حد يقراهم عليك. حد عندك بيعرف يقرا عليك الفتحه آية الكرسي والقواقل. الفاتحه وايه الكرسي والكواكب. ايوه، ويجيب لك ميه ويقراهم مع يقرا على الميه ويشرب الميه دي مع اخذ العلاج بتاع الطب. بس انا باخد بقرا الاربع ركعات الفاتحه والناس وبقرا الاربع ركعات دول على ازازه ميه وبشرب منها برضه. ماشي، مفيش مانع. حلو خالص. يعني من غير الكواكب ممكن تسمع؟ مش مهم، مش شرط. اي قران حافظه. اي قران، ما هم اي ايه. كفايه عليك الفاتحه. طيب والاحلام دي يا شيخ سيد؟ الاحلام اسم محمد من السيد. الاحلام لا يبنى عليها حكم، وانا هجيبكوا دلوقتي. الأحلام لا يبنى عليها حكم. أي واحد يقول لكم لما تشوف رؤية ويقول لك عندك سحر أو عندك مس، هذا لا يجوز شرعا أبدا، لأن بيوهمك. الأحكام لا يبنى عليها أحكام أبدا. وأنا إن شاء الله أخليكم الحلقة الجاية في قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة إن كان في العمر بقية، أعرفكم إيه الرؤى وإيه اللي يبنى عليها وإيه الرؤية الضارة وإيه الرؤية النافعة وإيه أداب الرائي وأداب المعبر. المعبر من الأداب يقول لك إيه، وإنت لما تسأل ولما تشوف رؤية عشان تنفعك تعمل إيه، الرؤية اللي هتضرك تبتعد عنها إزاي. وخدوا بالكم اوعى تتوهموا من اي واحد يقول لك لما تشوف رؤيا يقول لك انت عندك سحر وتعالالي، عندك مس وتعالالي، هذا لا يجوز شرعا ابدا. الرؤى لا يبنى عليها حكم. الرؤى تبحث في النبوات وليست في الرسالات. الرساله التكليف، ولذلك كل الاحاديث الرؤيا جزء من كذا جزء من النبوة، في 41 و46 وفي 47 إلى آخره من النبوة، لإلا النبوة تبحث في الغيبيات. وإن شاء الله الحلقة القادمة هخللكم على قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في برنامج جمال آية نجيب لكم الآية ده، إيه اللي هي من سورة يونس، سورة يونس عليه السلام. فالأخ اللي بيقول لك بحلم أحلام وحشة، تقرأ الفاتحة اللي انت حافظها قبل ما تنام، اقرأ آية الكرسي، ما انتش حافظها اسمعها، خلي حد يقرأها عليك، اقرأ اللي انت أي شيء من القرآن حافظه اقرأه قبل ما تنام. حفظ لك أي شيء من القرآن حافظه، اقرأه على ماء واشربه بنية الشفاء.
اي شيء من القران حافظه، اقراه على زيت زيتون او حبه البركه او على الدواء اللي بتاخده وتعاطاه، يبقى تجمع بين الدوائين، وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الامراض بالادويه الثلاث. ايه الثلاث؟ يتداوى بالطب الطبيعي اللي هو بتاع الطب، او الطب الالهي اي قران او سنه، او الطب المركب من الطبيعي والالهي. نص على ذلك كثير من السلف، منهم ابن القيم وابن تيميه وغيرهم من العلماء فاوعى حد يوهمك. واخطر شيء عليكم، اخطر شيء عليك، اخطر شيء عليكي الوهم. ما دمت موهوم هتتمرض وهتتعب وهتتعب البيت معاك، زي واحد مسكين موهوم 100 مره قلت له انت موهوم تصدقه، من 3 ايام يرن عليا عديت له 48 مره، هعمل له عملت له التليفون حطيته في الترشيح وفي اللائحه السوداء، انا فاضله بقى، يتصل عليا بالليل وبالنهار، وبعدين لما حد ياخد التليفون واحد يسال يستفيد. اخطر حاجه عليك الوهم، هتتوهم انك مسحور، هتبقى مسحور وحالتك منيله ومهببه، وهتقلق الناس معاك في البيت وفي خارج البيت، هتتوهم انك مريض هتمرض. ومن اقسام السحر رقم 2 سحر اصحاب الاوهام، اصحاب النفوس الضعيفه. ما دام نفسك ضعيفه وعندك وهم مش هتنجو ابدا من المرض، مش هتنجو من السحر، مش هتنجو من المس. ولا يجوز لاحد ان يوهم احدا بمرض، حتى الاطباء لما يكون عندك شيء يقول لك لا ان شاء الله ده حاجه بسيطه وتخف منها ان شاء الله، دائما يبشر. وفي باب من اداب الرأي في اللي انا هشرحه لكم ان شاء الله ان حسن كان في عمر بقيه الحلقه القادمه، المؤول ده او المعبر للرؤى لا يقول الا خير، مش يوهمك او توهمك زي ما بنسمع في الفضائيات اسرار كذا واسرار كذا، ويقول لك الرؤيه دي ده انت عندك سحر، ده انت عندك سحر، ده انت عندك مس، ده انت عندك مس. ما ينفعش الكلام ده خالص، ده وهم، وهذا لا يجوز شرعا. ابتعدوا عن الوهم. الشفاء، كل الشفاء فيما انزل الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا لحضراتكم قبل ذلك، طب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناسب إلا مع الأبدان الطيبة، كما أن طب القرآن الكريم لا يتناسب إلا مع القلوب الطيبة. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم، أي من المنافقين، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض أي مرض الشك، مرض الشرك، مرض التكذيب، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أي زادتهم نجسا إلى نجسهم. والشفاء يا عباد الله من الأدوية الإلهية على قدر الاعتقاد. القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء، أي شيء من القرآن استشفي بيه، اكتبه واشربه، اقرأ على حاجة واشربها. والله دي ما هو كلامي، دي كلام كثير من السلف الصالح وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم. ابن القيم قال: كل ما سبق، الكلام ده في كتاب الطب النبوي لابن القيم، كل ما سبق من الرقى والتعوذات، الرقى دي بقى من قرآن وسنة،
لك لك انك تكتبها وتشربها او تكتبها وتعلقها بالتحديد في باب الكاف كتاب. هتقرأ الكلام ده. تجري ابن تيمية قال لك ويجوز للمصاب ان يكتب شيئا، ويجوز للمصاب او غيره من المرضى، نفس اللفظ كده، بالتحديد في صفحة 65 من المجلد 19 في الفتاوى الكبرى. قال ابن تيمية ويجوز للمصاب اي بالعين او المس او الحسد او غيره من المرضى، اي مرض بقى، ان يكتب شيئا من كتاب الله بالمداد المباح. ايه المداد المباح؟ يعني حبر ما فيش حاجة سامة، يعني تكتب بزعفران من القرآن، بالزعفران تكتب قرآن، بكركريه، ببنجر، حاجات مفيدة يعني. ويغسله ويسقى وتشربه. يبقى إذن القرآن كله شفاء ودواء للأمراض الحسية والمعنوية. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والسائل اللي حافظك اقراها على نفسك، اقراها على مية واشربها مع أخذ دواء الطبيب. اوعى تمنع دواء الطب، لأن النبي تداوى بمرض بأدوية الأطباء وبالأدوية الإلهية وبالمركبة الاثنين صلى الله عليه وسلم. والشفاء يأتي على قدر الاعتقاد. والسائل يقول بشوف رؤى. اوعى تتوهم من الرؤى، إن لقيت حاجة فيها سرور وفرح قول الحمد لله. لقيت حاجة فيها إزعاج وفيها خوف تستعيذ بالله وتدفل عن يسارك ولا تذكرها لأحد لأنها لا تضرك. وإن شاء الله الحلقة القادمة في برنامج جمال آية كيف العمر بقية هشرح لكم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عشان قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وإيه الرؤى دي؟ هل يبنى على حكم أو لا يبنى على حكم؟ لا، الرؤى لا يبنى على حكم أبدا على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. وابتعدوا عن الوهم، وابتعدوا عن أي واحد يوهمك يقولك أنت عندك سحر وتعالالي، يبقى ده مرتزقة عايز يسلب مالك. واحدة تقولك أنت عندك كذا معطلك من الجواز تعالالي، يبقى دي مرتزقة عايزة تنهب مالك. احنا بنقدم لكم الدواء لوجه الله تعالى، وعندكم الضربة القاضية شرحناها مرارا وتكرارا ولم يبقى إلا دقيقة. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا. اللهم من كاد لنا فكد له، ومن مكر بنا فامكر به، واجعل تدبيره تدميره، وأشغله بنفسه، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله ينفعنا وللمولى يقربنا، يحب الله حافظه وحب الله غاية.